أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية. ما زلنا في الموسم الخامس من البرنامج بنتكلم تحت عنوان عمار يا مصر، وبنستعرض العديد من النماذج الإيجابية الملهمة. وفي الحقيقة معانا النهاردة نموذج إيجابي ملهم من نوع خاص، هو طبيب أطفال وحاصل على ماجستير طب الأطفال من جامعة الأزهر فرع القاهرة، وحاصل على دبلوم في التغذية معتمد من الاتحاد الأوروبي، وهو الدكتور علاء النحاس. أهلا وسهلا بما عليك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، وشرف كبير لي أن أكون في البرنامج الجميل بتاع حضرتك، أنا متابعه ليا فترة، وفرصة سعيدة وشكرا على استضافتك الجميلة إن شاء الله. إحنا اللي سعداء جدا 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 بوجود حضرتك. وفي مثل أمريكي بيقول luck comes to prepared minds، الحظ بيجي للعقول المستعدة. وفي الحقيقة الدكتور علاء من بداية تعرفنا بيه واحنا واثقين ان الحظ والخير اللي في حياته ده، لان فعلا عقليته على طول مستعدة للتطوير وان هو يطور من نفسه، حاجة يعني اكثر من رائعة، وخصوصا ان هو لسه في مقتبل العمر في سن الشباب. بنحييك يا دكتور علاء، وان شاء الله نوعدكم بحلقة مميزة من الطراز الاول. وبرحب بالزميلتين اللي انضموا للبرنامج، الزميله العزيزه لامارا حسن والزميله يارا ابو العينين، منورينا. واحنا يعني بدانا في برنامجنا ان احنا نعمل تجربه، ان احنا نبدا ناخد طلبه الفرق النهائيه وحديثي التخرج، ونبدا نديهم الفرصه ونتيح لهم الفرصه ان هم يطلعوا معانا في البرنامج كنوع من البراكتس او من التطبيق، او بنتيح لهم الفرصه ان هم يطلعوا على الهواء مباشره، ودي بتكون تجربه مميزه جدا جدا بالنسبه لهم. وده في الحقيقه دور لينا كبرنامج تأملات إنسانية، ان احنا نطلع جيل واعي من الإعلاميين متمكن من كافة ادواته، وعنده المهارة والتدريب العملي اللازم ليه عشان يقدر يشق طريقه في الحياة بعد كده في مجال الإعلام. انا بعتذر لكم اذا كنت طولت في المقدمة شوية، واسيب الفرصة لزميلتي يارا تكمل برحب طبعا بدكتور علاء، شرف لينا ان حضرتك تبقى معانا النهارده. كنا عايزين نسال حضرتك شويه اسئله كده. في نقطه اثارت اعجابنا الحقيقه جدا، ان احنا اول مره نلاقي دكتور اطفال مش بس مهتم بالجانب الصحي للطفل، رغم ده مهم جدا، بس كمان مهتم بالجانب التربوي، وعايز يطلع اعداد مش بس اعداد جسماني، لا كمان اعداد نفسي، لان احنا الفتره الاخيره تقريبا بقالنا فتره مفتقدين القيم والمبادئ في الجيل الصغير ده. راي حضرتك ايه؟ والله فعليا هو يعني احنا في يعني بنلاحظ مشكله في اللي حصلان دلوقتي في السوشيال ميديا، في شويه عادات او حاجات بتحصل احنا معترضين عليها، وانا شايف دورنا كاطباء ودوري كدكتور اطفال اني اعلم الاسره ازاي يخلقوا من الطفل او من ابنهم انه يكون قائد في المستقبل، وان هم يتلافوا العيوب والمشاكل اللي احنا بنشوفها عن طريق الابتعاد عن بعض العادات اللي بتسبب الحاجات. تمام؟ فطبعا كان في مبادره انا يعني حاولت ان انا اعملها، بإني أروح المدارس وأعمل دور توعية للطلبة، يعني علشان نقدر إن شاء الله نوصل بالأطفال إنهم يكونوا في وضع مثالي وفي وضع أفضل. طيب أنا برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور معانا في الاستوديو. أنا هكمل على كلام لامار وهقول إن في نقطة تانية الصراحة استوقفتنا كفريق إعداد برنامج تأملات إنسانية خلال ما كنا بنعد للحلقة، وهي إن إحنا الصراحة بظروف صعبة جدا وفي أزمة زي أزمة كورونا، لقينا إن الناس كتير قوي على كافة المستويات بيستغلوا هذه الفترة يعني أسوأ استغلال الصراحة. منهم مستشفيات خاصة كتير طبعا بتطلب مننا ان احنا ندفع مثلا مبلغ قد يكون يعني كبير على بعض الناس مننا، مثلا ممكن اللي هو المبلغ ده نعمل تحاليل مثلا للكورونا او اي خدمه يعني المستشفى بتقدمها. ولكن وسط الظروف الصعبه دي كلها احنا بنلاقي نموذج ايجابي زي حضرتك عامل خصم 50% على الحضانات عنده، ودي طبعا مشاركه ومسانده وجدانيه من حضرتك للامهات والاباء خلال الفتره دي. فعايزين كده يا دكتور تكلمنا عن ايه اللي شجعك في مبادره الخير علشان نبتدي من البرنامج نشجع مستشفيات ومراكز صحه اخرى بان هم ياخدوا خطوات ايجابيه زي كده. معذرة نستأذن أستاذ سامح الهواري في الكنترول، لو ممكن الصورة بتاعت المبادرة اللي هي الدكتور علاء عاملها خصم 50% لو ممكن تنزلوها لنا أثناء حديث دكتور علاء. اتفضل علاء بيه. تمام، هو بشكر حضرتك. وبداية الأطباء المفروض زمان احنا كان بيطلق علينا لقب حكيم، لأنه هو المفروض يكون جزء من المجتمع ويكون حاضر وشايف اللي بيحصل في مجتمعنا. أنا بالنسبة لي كان ليا أصدقاء كتير جدا واهلي وناسي طبعا تعرضوا للموضوع الكورونا، موضوع قفل المحلات ومصادر الرزق قلت بشكل كبير جدا. طبعا احنا كان عندنا كمستشفيات زياده في بعض المستلزمات زي مواد التعقيم والحاجات دي، لكن كنت شايف ان الافضل ان الواحد يبقى يعمل حاجه يحس ان هو ساعد بيها ناسه او اداهم حقهم عليه، يعني ان هو نقدر نعمل خصم ولو 50% على شغل الحضانات، لان برضه في مستشفيات كتير اتحولت لعزل عشان خاطر موضوع الكورونا والحضانات كانت قافله، فبرضه ده حتى مساعده مجتمعيه لجزء الدوله، يعني عشان نبقى واقفين كلنا ايد واحده ان شاء الله عشان نعدي ان شاء الله الازمه. ان شاء الله. طب احنا حلقتنا النهارده دكتور بعنوان اطفالنا في زمن الكورونا. يعني منظمه الصحه العالميه كانت اشارت ان الاطفال اقل عرضه للتعرض للعدوى او للتعرض للاصابه بالمرض، فكنا عايزين نسمع راي حضرتك وتعليقك على وجود بعض الحالات المصابه بفيروس كورونا من الاطفال الصغار. تمام، هو بالنسبه للاصابه في الاطفال احنا كان في دراسه كده موجوده، اتمنى انها تتعرض، يعني موجوده كانت على جريده تايمز على الموقع الالكتروني. في منظمه كبيره اسمها السي دي سي او السنتر اوف ديزيز كنترول، دي منظمه مسؤوله عن مكافحه الامراض المعديه والاوبئه. المنظمه دي شافت دراسات كتير، اول دراسه كانت في امريكا كانت على 150,000 طفل، كان منهم 2500 حاله فقط اقل من 18 سنه، وكان في الصين بعد كده اخذوا 2100 طفل من المصابين علشان يشوفوا مين فيهم حصلت له اعراض ومين ما تعرضش لاعراض، ما ظهرتش عليه الكحه والسخونه وضيق التنفس. وجدوا ان اكثر من 90% من الحالات ما بيظهرش عليها اعراض، ووجدوا ان 6% من الاطفال بس اللي بيحتاجوا حجز في المستشفيات، ووجدوا 3 حالات وفيات من ضمن 5443 حاله. ده بيخلينا نقول ان الاطفال بيصابوا ولكن بنسب اقل، وحتى لما بيصابوا بتبقى الاعراض ابسط شويه، وده برضو مش معناه ان هم ما بيبقاش في نقطه خطوره، لا ممكن يتعرضوا لخطوره كبيره طبعا. ففي دكتوره اسمها ايفون مالدونادو، دي عضو تشير بيرسون في الانفكشس ديزيز في الامريكان اسوشيشن اوف بيدياتريك، برضو مؤسسه كبيره في امريكا لمكافحه الامراض المعديه. وجدت ان سبب الاعراض الخطيره والاعراض القاتله في موضوع فيروس كورونا حاجه اسمها سايتوكاين ستورم، سبب رد فعل عالي جدا من جهاز المناعه. وفي الاطفال الحمد لله جهاز المناعه بتاعهم بيبقى بدائي شويه ولسه مش كامل النضج، علشان يوصل لمرحله ان يعمل الاعراض الخطيره دي او رد فعل المناعه العالي ده، وده اللي يمكن بيخليهم الحمد لله ما بيوصلوش لمراحل الخطوره الكبيره. ولكن الرساله ان الدكتوره دي في اخر البحث قالت ما عندناش ابحاث كتير عن الموضوع، فبالتالي لازم ناخد حذرنا كدكاتره اطفال في مواجهه موضوع الكورونا. طيب دكتور علاء، احنا كنا حابين نعرف احتمال العدوى من الطفل او من الشخص الصغير للشخص الكبير والعكس طبعا صحيح. احتماليه العدوى طبعا احنا بنقول ان الطفل صعب السيطره عليه في الحركه، فبالتالي وكمان الاعراض ما بتبانش عليه، فهو لو عنده ممكن يعدي بسهوله، ممكن يتعدي من الكبير وبرضه الكبير ممكن يعدي الصغير، يعني في احتماليه ان الاثنين يعدوا بعض، ولكن الطفل ناخد بالنا ان هو ممكن ما يكونش ظاهر عليه اعراض. بس طبعا قله خروج الطفل بره البيت بتحميه شويه لو قدرنا نسيطر عليه، يعني احسن طبعا. تمام، طبعا بتقلل فرصه الخطوره. بعد حضرتك يا دكتور ما قلت لنا ان الاطفال عادي جدا بيصابوا بالمرض وكمان هم ناقلين ليه حتى لو بنسبه قليله، فخلينا كده نقول سيناريو بسيط فيه مجموعه من الاسئله كده الامهات ممكن تكون بتتساءل في الموضوع ده. لو مثلا ابني ظهر عليه بعض الاعراض لا قدر الله، حتى لو اعراض بسيطه، ايه الادويه اللي الحق بيها؟ ومثلا عند انهي مرحله ابتدي اخد خطوه العزل؟ ولو هاخد خطوه العزل اخدها ازاي؟ لان احنا الفتره اللي فاتت شفنا اعلانات كتير بتورينا طرق العزل المنزلي، ولكن هي بتناشدنا احنا كناس كبيره. مثلا مفيش اعلانات بتقول الامهات مثلا تعمل عزل منزلي للطفل ازاي، فعايزين كده نجاوب على بعض الاسئله عشان الامهات اللي بتتفرج علينا دلوقتي. تمام. هو بالنسبه للخطوره، احنا زي ما احنا قلنا في دراسات كتير بتقول ان شاء الله الامور هتبقى باذن الله افضل في الاطفال، فبالتالي انا لازم يبقى عندي ثبات انفعالي في التعامل مع الموضوع. دي اول نقطه، ما اقلقش الطفل وانا نفسي ما اتعاملش بقلق. ابدا ان انا اراقب الاعراض بتاعه الطفل. الاعراض بتبقى سخونه، كحه، ضيق في التنفس، دي الاعراض الخطيره اللي انا بخاف منها. في ادويه مهمه جدا واساسيه زي فيتامين سي وزي الزنك وزي فيتامين اي، دول مهمين جدا، ومعاهم اللاكتوفيرين، دول ادويه مهمه. وكمان اضاف لينا في الاطفال الازيثرومايسين، دول الادويه اللي هي موجوده في معظم البروتوكولات ونقدر نعالج بيها. ولكن لازم اخلي بالي، اعالج لو في جفاف عند الاطفال، لو في اسهال مثلا اعالج الجفاف بدري شويه لان هو اللي بيعمل المشاكل، والسخونه اتعامل معاها بخفض الحراره بدري شويه. تمام يا دكتور، يعني اشوف الاعراض الاول اللي ممكن تبقى عنده غير الكورونا، وبعدين لو عالجتها اشوف بقى هل دي كورونا ولا لا. بالظبط، هو الاعراض لو بسيطه وما بتتطورش وبتستجيب للعلاج في الغالب ده ان شاء الله دور بسيط، ويعني يوم او اتنين في الاعراض لازم اضطر ان انا اكشف علشان الدكتور يوضح لي ايه بالظبط خطوره الاعراض اللي موجوده. وبرده في خطوات بسيطه، ابني لو عنده اسهال لازم ابدا المحاليل اكياس الجفاف، اعوض على طول بدري، ما اسيبش الطفل يوصل كخطوه استباقيه عشان ما ياثرش لا قدر الله او يوصله كده. بالظبط، علشان ما يدخلنيش في جفاف وما يدخلنيش لا قدر الله في فشل في وظائف الكلى، الحاجات اللي هي بتؤدي للوفاه. تمام. ما زلنا معاكم نتحدث مع ضيفنا الكريم الدكتور علاء النحاس، اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده، بعنوان اطفالنا في زمن الكورونا. واسمحوا لنا نطلع برضو نستعرض بعض الاشياء الايجابيه اللي جدت في حياتنا مع ظهور ازمه الكورونا، ومعانا تقرير زميلتنا رباب الشرنوبي. اسمحوا لنا نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. بنرحب بحضرتك في برنامج تأملات إنسانية، وعايزة أسأل حضرتك في ظل الظروف الصعبة اللي البلد كلها بتعيشها في أزمة كورونا، طبعا أي حاجة في الدنيا ليها جانب إيجابي وجانب سلبي، حضرتك شايف إيه الجانب الإيجابي اللي طلعنا منه في الأزمة دي على الصعيد الشخصي والصعيد الاجتماعي؟ هو الجانب الإيجابي إن الناس كلها تضامنت مع بعض في أزمة كورونا، والناس كلها بتساعد بعض، وشفنا شباب كتير في أماكن كتير بقت تساعد الناس ديت بأي طرق، بأنابيب أكسجين، بعلاج، بيودوه لغاية البيت عندهم، فالناس كلها يعني تضامنت مع بعض في الموضوع ده. الجانب الشخصي حضرتك؟ هو الجانب الشخصي جانب اجتماعي، ان الناس بقت تقعد في البيت كتير، وبقت تقرب من ربنا، وبقت يعني تسأل على بعض اكتر، ليه بقى في جانب ايجابي اكتر وقاعدين مع بعض اكتر يعني. طيب حضرتك شايف الايجابيات اكتر ولا السلبيات؟ والله هي 50-50 يعني، في جوانب ايجابيه كتيره ما نقدرش ننكرها، وفي جوانب سلبيه كتير ما نقدرش نتغافل عنها يعني. الجوانب السلبيه ان في ناس كتير يعني بالنسبه لنا موضوع كورونا ده حاجه عاديه خالص وعايشه حياه عاديه. لا، هو الموضوع مش حاجه عاديه، الموضوع ان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر من كده، وان الناس يبقى عندها وعي اكتر من كده، وان الناس ان الموضوع مش موضوع موجود في بلدنا بس، لا ده موضوع عالمي. طيب ايه راي حضرتك في تجار الحرب اللي ظهروا فجاه من الشباب لما قالوا ان احنا هنعالج بالبلازما وبداوا يتاجروا بيها بالفلوس؟ في كل ازمه بيطلع الناس دي. طب ايه راي حضرتك نواجههم ازاي، او حضرتك توجه لهم رساله دلوقتي تقول لهم ايه؟ لا انا بقول لهم يعني الموضوع ده مش وقت، ده موضوع بلدنا دلوقتي، لازم كلنا نبقى مع بعض في بلدنا. الموضوع مش موضوع مكسب ومال وحسابات شخصيه، لا الموضوع ان عند الناس النهارده هو مش ضامن نفسه، ممكن يبقى عنده هو بكره، عند اهله، عند اي ناس كتيره قريبه منه. بنرحب بحضرتك في برنامج تاملات انسانيه، وعايز اسال حضرتك في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في ازمه كورونا، وطبعا هي مش ازمه في مصر بس، هي ازمه عالميه، فاي شيء في الوجود احنا بنقابله، اي ازمه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. انا مش هنتكلم عن الجانب السلبي، انا عايزه حضرتك تقول لي ايه الجانب الايجابي اللي طرأ في حياه حضرتك بعد الازمه دي؟ الجانب الايجابي في حياتنا ان قربنا من اسرتنا اكتر، يعني فتره الحظر قعدنا معاهم اكتر، يعني بقينا نعرف مشاكل بعض، يعني في حاجات كتير في حياتنا بقينا نفكر فيها، وكمان يعني حكايه الكافيهات والمقاهي اللي اتقفلت دي ساعدت الشباب ان هي يعني حكايه الشيشه دي ناس كتير يعني ساعدت الشباب ان هي تبطل الشيشه يعني والتدخين والحاجات دي، وبينا نخاف يعني على نفسنا وبينا نقرب من ربنا اكتر يعني في الفتره دي، عشان يعني المرض ده يعني ممكن يموت في اي لحظه يعني، فبينا نقرب من ربنا اكتر في اللحظه دي. قصد حضرتك ان احنا عملنا استعدادات اخلاقيه اكتر؟ ايوه تمام حضرتك. تمام. طيب حضرتك شايف ايه الميزه الايجابيه اللي انتشرت دلوقتي ما بين الناس واللي ما كانتش موجوده قبل الازمه؟ ان الناس بتخاف على بعض يعني، وفي محبه، الناس بتحب بعض يعني عشان يعني ده فتره مرض وبينا نحب بعض ونخاف على بعض اكتر في الفتره دي. ازمه كورونا اللي احنا كلنا بنعيشها في مصر وبره مصر، وطبعا اي شيء احنا بنعيش فيه اي ظرف بيطرق علينا له جانب ايجابي وجانب سلبي، ايه الجانب الايجابي اللي عدى على حضرتك بعد الازمه دي؟ الجانب الايجابي حضرتك ان دلوقتي بقينا قاعدين في بيوتنا، الاسره ملمومه حوالين بعضيها وكده، حتى الصلاه بنصلي مع بعضينا كده مفيش مشكله، بقى في ترابط اسري. ترابط اسري احسن يعني. تمام. طب حضرتك مش شايف ان احنا بقينا ايد واحده شويه او الناس بدات تتعاون مع بعضها وتقرب من بعض في الازمه؟ في ترابط كتير جدا. تمام. بقى في ترابط اسري كتير جدا بالترابط بين الناس وبعضيها وكده يعني. طيب حضرتك تحب تنصح الناس كلها بايه ان تنتشر عاده ايجابيه عجبت حضرتك ننشرها ما بين الناس في الازمه دي؟ الناس والله حضرتك نقول لهم ايه؟ نقول لهم خلي بالكم من نفسيكم وخلي بالكم من اسركم، وكل واحد يخاف على اللي منه ماشي، ويخاف على برضه على الغريب يعني، مش ضروري اللي منه بس، خاف كمان على الغريب كمان. تمام. يعني كل واحد معاه واحد في الشغل خاف عليه، خاف على مراته، وخاف على اولاده، وخاف على اسرته وكده يعني. تمام. بس ما تحرمش من حضرتك ونورتنا. ميرسي ربنا يخليك. بنرحب بحضرتك في برنامج تأملات إنسانية، وعايزه اقول لحضرتك، عايزه اسال حضرتك بعد الازمه اللي كلنا عشناها في مصر وبره مصر، ازمه كورونا، الازمه اللي غيرت موازين الدنيا كلها وغيرت قواعدنا وغيرت اخلاقياتنا وغيرت كل حاجه في الاساسيات اللي كنا عايشينها في حياتنا اليوميه، طبيعي زيها زي اي ازمه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، ايه راي حضرتك؟ شايف ايه الجانب الايجابي اللي حصل او طرأ علينا كمجتمع مصري بعد الازمه دي؟ هو حضرتك بالنسبه للجانب الايجابي ليا انا شخصيا، ان انا يعني قعدتي في البيت بقت كتير، بقيت اشوف الاولاد وكده يعني لو كان الاولاد بيوحشوني، بس الوقت الحمد لله يعني بقينا نتخانق مع بعض يعني. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين، وما زلنا معاكم في حلقة مميزة جدا من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية الموسم الخامس عمار يا مصر، وما زلنا يعني بنستمتع بالحلقة الاستثنائية اللي زي ما قلنا وسميناها على السوشيال ميديا مع دكتور علاء النحاس، الراجل الجدع الطبيب الصعيدي المحترم اللي حاسس بالناس، اللي بيراعي ظروف الناس، اللي بيدعم الناس، اللي بيمنح الناس قدر كبير جدا 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 من وقته. طبعا احنا عارفين ان الحضانات فتحت ابوابها من جديد من يوم 1/7 اول امبارح بعد غلق استمر 3 شهور، والامهات حاليا يا دكتور في حاله من الذعر مثلا او تردد اللي هو اودي ابني ما اوديهوش وهكذا، فاحنا محتاجين بعض النصايح لفتره الحضانه اللي بعد العزل المنزلي علشان الفتره دي تعدي على خير ان شاء الله، علشان لحد يعني ان شاء الله لما يلاقوا اللقاح المناسب للفيروس ونبتدي نسيطر عليه، فمحتاجين كده بعض النصايح علشان الفتره دي هنضطر ان احنا نتبع سلوك وقائي صارم طبعا مع الاطفال. فمحتاجين بعض النصايح. هي الفترة دي محتاجة إن شاء الله تكاتف من الدور على الأسرة والأم خصوصاً، ودور على الحضانة والحضانات والمدارس. الدور بتاع الأم هي إنها توفر الأدوات الشخصية للطفل، وإنها تعلمه إن ما يشاركش أدوات الشرب والأكل مع حد، تعلمه النظافة الشخصية، نظافة الأيدي، تعلمه ان هو ازاي لما يستخدم الحمام ينظفه كويس بعد استخدامه، ويستخدم ياخد معاه الكحول والحاجات الشخصيه. الدور اللي على الحضانه هو برضو توفير التباعد الاجتماعي، لازم الاطفال يبقى في بينهم على الاقل مسافه 1.5 متر، التهويه الجيده للفصول، وان الفصول يدخلها الشمس باستمرار، وطبعا هم يحافظوا على نظافه التعقيم الدائم للفصول، والحمامات والاماكن العامه تتنظف باستمرار. طبعا لمار كنت عايز تسالي اعتقد عن حاجه خاصه بالتغذيه. طبعا زي ما احنا عارفين ان التغذيه مهمه جدا جدا خصوصا للاطفال، وزي ما احنا عارفين دكتور علاء معاه دبلومه في التغذيه معتمده من الاتحاد الاوروبي، فكنا عايزين نعرف من حضرتك ايه الاغذيه المهمه للوقايه من فيروس كورونا للطفل، ولو حصل لا قدر الله عدوى طرق مقاومتها برضو بالتغذيه وكده. والله هي النقطه دي برضو مهمه جدا، لانها في الجانب الاقتصادي ناس كتير بتروح تجيب ادويه كتير جدا علشان تدي مالتي فيتامينز وتدي فيتامينات، وهي موجوده قدامنا في حاجات بسيطه وان شاء الله تبقى مفيده اكتر. يعني اول حاجه او اول نقطه ليها علاقه بالتغذيه هي الاطفال الرضاعه الطبيعي. الرضاعه الطبيعي لمده 6 شهور فيها فوائد كبيره جدا. في حاجه اللي هي اللاكتوفيرين دي معمول منها دواء، اللبن السرسوب بتاع الام بيتاخد خلاصته عشان نعمل منه اجسام مناعيه، تمام؟ فبالتالي الرضاعه الطبيعيه دي عفوا مهمه جدا جدا بالنسبه للام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الناس بتدور مثلا على فيتامين سي وتروح تشتريه باسعار غاليه، موجود في الليمون، في البرتقال، في الفراوله، في الكيوي، في الجوافه، في الطماطم، في الفلفل، حاجات كتير جدا فيها فيتامين سي. الزنك مثلا ده بيكسر الريبليكيشن بتاع الفيروس، او بيوقف الريبليكيشن بتاع الفيروس، التكاثر بتاع الفيروس، وكمان بيرجع حاسه الشم، الناس اللي بتشتكي من حاسه الشم ده موجود في اللحم الاحمر، في البيض، في الشوكولاته الداكنه، في البقوليات زي العدس والفول، والحبوب زي الارز والشوفان. وفي برضه فيتامين ايه ده مهم جدا لجهاز المناعه، موجود في كبده الفراخ، في الجزر، في الشبت والبقدونس يا الخضروات، والفلفل الاخضر. فدول حاجات بسيطه ممكن ان احنا نستخدمهم. الادويه طبعا لو الطفل ما بياكلش حاجه منهم نقدر نضيفها، ندعمها بيه. طيب كان في صور بقى لفتت انتباهنا بشده على صفحه دكتور علاء النحاس، وبصراحه الصور اللي كانت موجوده يا ريت لو زمايلنا في الكنترول يبداوا ينزلوا صوره اللفه بتاعت البيبي النونو الصغير اللي كان في صوره كده يا دكتور كانت واخده تفاعل كبير جدا، صوره لفه بتاعت طفل صغير ملفوف بيها وكده، فعايزين حضرتك تعلق لنا عليها. بالظبط، هو في بعض العادات كده، بما اني عايش في المجتمع بتاعنا المصري، في عادات تقليديه كده. الطفل بيتلف، تعودوا ان هم او تعودنا نلف الطفل باكتر من لفه، وصيف او شتاء. طبعا في فتره الصيف درجه الحراره توصل 40 و45. احنا معانا 30 ثانيه عمالين يكلموني هيضربوني في الكنترول. 45 فالمفروض ان احنا اللفه دي ما تستخدمش خالص في الجو الحر يعني. فعشان كده عملت البوست بشكل لافت للانتباه. بصراحه يعني حلقه واحده لا تكفي مع هذه القيمه وهذه القامه، الراجل الصعيدي الجدع، الدكتور المحترم بمعنى الكلمه اللي نرفع له القبعه، الدكتور علاء النحاس اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده. كنا سعداء جدا 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 بوجودنا مع حضرتك، احنا اللي نتشرف بوجودنا مع حضرتك في الحلقه دي، وان شاء الله باذن الله نوعدكم بحلقه قريبه قادمه ايضا مع الدكتور علاء النحاس. وكنت سعيد جدا بتواجد زي الزميلتين الجداد لامارا حسن ويارا أبو العينين، وانتظرونا في حلقه قادمه من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس. عمار يا مصر.